Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And as all of you, you know the ayat of the Siyam, Allah has mentioned Surah Al-Baqarah, few ayats, maybe 5-6 ayat. If I read jam' of the qira'at, all of them, it's going to take a lot of time. So what I'm going to do is, inshallah, I will read only the first ayah, الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ on jam' and the last ayah, I'm going to stop. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Inshallah, the rest of the ayat shahru Ramadan, we read riwayat Hafs, inshallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qabrikum. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي
دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. جزاكم الله.